ها هي مصالح ودوائر المسؤول الأول عن قطاع الداخلية تبرز تراجعها عن لهجة التهديد التي ميزت خطاب الوزير بدوي حينما توعد سابقا بسحب الاعتماد من الأحزاب التي ستقرر مقاطعة التشريعيات المقبلة بتبنيها أسلوب المغازلة الذي ترجم في عدة قرارات أبرزها تخفيف الشروط الإقصائية في التشريعيات تطبيقا لمضمون قانون الانتخابات، وهو ما سيرتب بموجبه إعطاء فرصة للتشكيلات الصغيرة التي لم تتمكن من جمع نسبة 4% بالمشاركة في العرس الانتخابي وفق توصيف بدوي، وهو ما اعتبره بعض العارفين في الشأن القانوني بالمحاولة لكسب ورقة مشاركة سواء بالنسبة للأحزاب أم للهيئة الناخبة، وبذلك تفادي تكرار سيناريو العزوف الذي خيم على الاستحقاقات الماضية. مغازلة من طرف وزارة الداخلية للأحزاب السياسية للمشاركة، وفيه نحو تمكين الحزيبات الأخرى التي لم تحصل على نسب فاقت 2 ولا 3% أو 1%، من أنه فيه دعوة لها للتكتل الانتخابي ويمكن لها جمع هذه النسب المحصلة عليها. وإذا تمكنت هذه الأحزاب الصغيرة من جمع 4% على مستوى كل دائرة انتخابية يمكنها دخول انتخابات كتكتل انتخابي. هذا ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن وزارة الداخلية تعى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في إنجاح التشريعيات القادمة تنظيميا، والأهم ضمان استقطاب الهيئة الناخبة أكبر عقبات تؤرق الحكومة خصوصا بعد غزو أصحاب المال للقوائم الانتخابية وتربعهم على رؤوسها تحت شعار الأولوية لأصحاب الشكارة. ولذلك تسعى الآن وزارة الداخلية بتقديم مساعدات بالحث عن المشاركة بتدليل الصعاب حتى الصعاب القانونية حتى يكون نسبة الأحزاب المشاركة نسبة مرتفعة جدا. إذن كل المطايات المؤشرات تدل على أن تشريعيات مايو 2017 ستكون استثنائية بتسجيلها مشاركة تكتلين محسوبين على التيار الإسلامي مع ارتفاع أصوات رؤساء أحزاب الموالاة النابذين لفكرة ترشح أصحاب المال مع منح الأحزاب المجهرية فرصة التكتل لضمان المشاركة، فهل سنرى طفرة في الفعل الانتخابي للهيئة الانتخابية وتسجل بذلك الجزائر طيا لصفحة تراجع المشاركة؟